افضل تقدير في الاخيره اللي انا فنان تشكيلي اسمي احمد بيو رئيس مبادره فنيه مصريه. احنا شباب 25 يناير عملنا جروب بعد ثورة 25 ان احنا نخدم المجتمع المصري من الناحيه الثقافيه والفنيه، وان احنا نعمل عمليه توعيه ان احنا ننزل بالاعمال الفنيه بتاعتنا للجمهور العالي. فابتدينا ان احنا نشارك في فن الميدان، دي حوالي رابع مره لينا في فن الميدان. شاركنا في كذا حاجه قبل كده، منها مستشفى 57، منها ذوي الاحتياجات الخاصه طلعنا بيهم محميه وادي دجله. النهارده بنعمل جداوية اهداء لشهداء 25 يناير والثوار 25 يناير. بنعمل فيها تمجيد وتعظيم لثورتنا اللي هي ثوره 25 يناير اللي احنا كلنا المفروض ان احنا نحترمها، وان ده تسجيل احنا بنشارك فيه تسجيل تاريخي هيتدرس للاجيال اللي جايه بعد كده. وهتعمل يوم 25 الجاي؟ اكيد في ميدان التحرير طبعا. شكرا. عشان مش اشارك الناس زي ما بنشاركهم في احزانهم، اكيد بنشاركهم في افراحهم كمان، بنعرض فكرنا، وده شيء اكيد لازم نتواجد بيه كل مره وفي كل مكان او في كل مؤتمر او ندوه. طبعا لو في مسيره زي ما بيقولوا بعد الميدان هنتواجد فيها معاهم. تحت الشيء السريع والناس بإخلاصنا بتتغنى، احنا اخلص حبيبين كنا والناس بإخلاصنا بتتغنى. شوهتي كل صورة حلوة بينا، شوهتي كل صورة حلوة بينا، والحب كله ضيعتي جوا روحي ليل. يلا نقول مع بعض اوي تاني ليه Thank you.